أنا من واندا معكم. أنا هون مع مو غشم من شركة شابكو. مو كيفك؟ أهلا، تمام، الحمد لله. الحمد لله. مو احكي لي عن شابكو، شو الفكرة؟ شابكو هي بلاتفورم للتجارة الإلكترونية يسمح للناس إنه يعملوا المتجر الإلكتروني تبعهم أونلاين على البلاتفورم تبعنا. شو الزباين المحتملين؟ أي شخص عنده بزنس وبده ينتقل ليكون عنده متجر إلكتروني، أو أي شخص بده يبلش فكرة تجارة إلكترونية، فممكن يدخل على الويب سايت ويعمل الستور تبعه فورا على الويب سايت تبعنا. انتو بتعملوا الباك اند، كل شيء بالباك اند، والشركة ممكن يعملوا كل شيء بالفرونت اند، اللوجو، شو الفرق؟ نحن بنقدم كل الحل البرمجي بحيث انه نهيئ الستور جاهز للزبون انه يستعمله. الزبون مو عليه غير انه يختار شكل الستور اللي بنقيه بطريقه اوتوماتيكلي، وبيحط اللوجو تبعه وبيبلش ببيع. ليش هذا الشيء احسن من استعمل شيء مثل دوكانكم؟ دوكانكم بيسمح للشخص اللي بده يعمل متجر الكتروني انه يكون عنده الستور تحت دوكانكم، على سبيل المثال store.dukankom.com. نحن بالحاله اللي نحن عم نقدمها عم نسمح للتاجر انه يكون عنده متجر تحت اسمه اللي هو store.com على سبيل المثال. هذا الفرق بس؟ هذا الفرق الاساسي، بحيث انه هو صاحب المتجر مو مضطر يروح تحت اسم اي شخص، صار في عنده المتجر الخاص فيه، مو مضطر انه العالم يشوفوا متاجر تانية معه بنفس المكان. كويس. شو تحديات أكبر بالقطاع الإيكوميرس؟ التحدي الأكبر إنه تخلي الناس التجار اللي بدها تروح تعمل ستور أونلاين تقدر تدفع، تقدر تستقبل دفع من أي دولة بالوطن العربي، وتقدر تشحن لأي دولة بالوطن العربي بدون مشاكل التخليص، اللي هي تعتبر مثلاً إذا شخص راح يشحن من الأردن لدبي بيضطر يدخل بمشاكل التخليص واحتمال تكبر عليه الدفعة غير ما هو كان متوقع يدفع أونلاين. طيب، وكيف شابكو تحسن هذه المشاكل؟ شابكو لحد الآن قدر أنه يعمل اتصال مع شركات اللي عم تقدم الحلول بالوطن العربي مثل أرامكس على سبيل المثال. صار في اتصال بين شابكو وأرامكس بحيث يحسبوا الكلفة تبعية الشحنة ويعطوها للمتجر اللي هو بيقدمها للزبون. كمان حسن انه يعمل اتصال مع وان كارد، مع كاشيو، مع كاشنا، اللي هن بيقدموا حلول دفع داخل الوطن العربي. بهيك بيقدر اي شخص من الوطن العربي يدفع بشركات دفع محلية ويشحن بشركة شحن محلية كمان. طيب، وشو شفت بالعمان تك تيوزداي انيفرساري ايفنت؟ الشيء الجميل بعمان تك تيوزداي انه العالم بدها تعرف ايش هي الشغلات الجديدة بالتكنولوجي، فبيجوا على البوث بيسألوا انه ايش الخدمة اللي انت بتقدمها، كيف ممكن تساعد البزنس اللي عم يطلعوا جدد. فدائما في المعرفة اللي هي ممكن تعطي انه تخلي البزنس ينعرف للناس اللي عم يجوا، مو مرور سريع عم بحاولوا ياخذوا تفاصيل على نوع الشغل. شكرا كثير لوقتك. شكرا.